التخلص من طريقة الترحيم القديمة اللي مصر عانت منها سنوات، اللي هي كانت متمثلة في الامتحان الأوحد أو الطريق الأوحد إلى التعليم الجامعي اللي هو امتحان الثانوية العامة. النوع ده من الامتحانات كان خدم أغراض معينة في وقت معين، إنما دلوقتي خلاص لا يناسب العصر أساسا، يعني لأنه المهارة اللي هو بيقيسها مهارة أصبحت غير مطلوبة، اللي هي مهارة الحفظ والاسترجاع دي خلاص، يعني سوق العمل مش محتاجها، فحرام من ربي أجيال بهذا الشكل. فتغييرها طبعا مش سهل، إنما بعد أيام قليلة هيبدأ توزيع موجات من أجهزة زي التابلتس لطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية في الصف الأول الثانوي. والتابلتس دي هتأكسس أو هتوصل للمحتوى، يتم تجميعه بعد من سنة اتحط على بنك المعرفة لهذه السنوات العمرية، وتوصل بالمناهج ومخرجات التعلم بتاعت درس في كل المواد وفي كل ثانوي. طبعا دي عمليه كبيره جدا، بس برضه استثمار هائل في المحتوى وبيزيد برضه كل يوم. وصلنا الشبكات في مدارس الحكومه في 2530 مدرسه بقت متوصله بالالياف الضوئيه، ودلوقتي بنشتغل على الشبكات الداخليه والسيرفرز، نعمل الامتحانات الرقميه ليل ونهار يعني عشان نعمل المحرك ده. وبنتعاون كمان مع التعليم العالي، التعليم العالي بيحضر عشان يستقبل الدفعه دي بعد سنتين، هما كمان معانا. عشان كده انا والدكتور خالد كنا بنتكلم مع بعض في مؤتمر الشباب، مش هنقول لكم ان احنا مش شغالين في واحد واحد. فنفس محرك الامتحانات ده هنستخدمه بعد شويه في الجامعه وفي رخص مزاوله المهنه. ففي استثمار في حاجات كتير سعداء بيه. طبعا بيبقى في مطبات وفي حاجات بنبتديها ونرجع نظبطها اي حاجه جديده، انما يعني متفائلين بما هو قادم. فان شاء الله في كايو اي سي تي اللي هو بعد يوم